السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد من كورس الكمبيوتر فيجن. هنتكلم النهاردة فيه الهيستوجرام اوف اورينتد جريدينتس اللي هو الهوج. ده برضه الجوريزم بيعمل فيتشر اكستراكشن. احنا لحد دلوقتي اتعرفنا على كذا الجوريزم بيعمل القصة دي، اتكلمنا في الهارس واتكلمنا في الفاست والسيفت والبلاد ديتكشن. النهاردة هنتعرف على الهوج، وقدام شوية هنتكلم في السوزن وهنتكلم في السيرف الجوريزم برضو. وطبعا فيها الجوريزم كتير جدا، انت كل شويه تلاقي شخص طالع عامل لك الجوريزم يقول لك الالجوريزم ده بيعمل فيتشر اكستراكشن من الصور. فانت هنا ممكن تعمل حاجه ذكيه يعني شويه، ممكن ان انت مثلا تشوف كل المميزات والعيوب بتاع كل الجوريزم فيهم، وتحاول تستخدم واحد ان هو يعمل لك ديتكشن والتاني يعمل لك ديسكريبشن. يعني مثلا احنا اتكلمنا في الفاست الجوريزم ان هو بيعمل ديتكشن للفيتشرز من الصوره بشكل سريع جدا، فاحنا ممكن نستخدم الفاست ان احنا نعمل بي ديتكشن، ونستخدم مثلا الهوج ان احنا نعمل بي ديسكريبشن، وهكذا بقى بالنسبه لكل الالجوريزمز الثانيه. طيب الهوج ده الجوريزم فكرته بسيطه جدا جدا، احنا هنقول فكرته دلوقتي بشكل عام قبل ما ندخل بقيه السلايد. احنا عندنا صوره، تمام، وليكن الصوره دي فيها شخص معين. الشخص ده بقسم الصوره لمجموعه من السيلز. يعني مثلا تخيل ان هنا في شخص، ادي شخص اهو، فالشخص ده هقسم الصورة لمجموعة من السيلز، كل سيلز بتكون عبارة عن 8 في 8 بيكسل، تمام، وهكذا بقى هتقسم بقية الصورة كلها ل 8 في 8 بيكسل، تمام. سوري، مش الصورة كلها هتكون 8 في 8 بيكسل، المربع اللي انت بتعمله، المربعات اللي انت عملتها دي، كل مربع فيهم او كل سيل فيهم لازم تكون 8 في 8 بيكسل. طيب احنا دلوقتي معانا صورة، الصورة دي قسمناها لمجموعة من البيكسل، كل اللي مجموعة من السيلز، كل سيل فيهم عباره عن 8 في 8 بيكسل. بعد كده بعمل ايه؟ باخد كل سيل اللي هي 8 في 8 بيكسل، وليكن السيل دي اخدها اعمل فيها ايه بقى؟ احسب الجريدينت فيها، اجيب التغيرات اللي بتحصل في الاكس والتغيرات اللي بتحصل في الواي. بعد ما احسب الجريدينت احسب الماجنتيود اللي هو بيجيب لي اللينس بتاع الايدج نفسه. بعد ما بحسب الماجنتيود بحسب السيتا اللي هو التان انفرس. طبعا اتكلمنا في الكلام ده كتير جدا، يعني بالنسبه للماجنتيود والماجنتيود والسيتا. بعد ما بحسب السيتا هيبقى معايا جدول كبير كده في الدوميننت اورينتيشن او الدايركشن او الستات بتاع كل سيل موجوده هنا. فاخد بقى الدوميننت اورينتيشن ده واروح اعمل بيه هيستوجرام. وبعد كده بعد ما بعمل هيستوجرام بروح اعمل اخر ستيب اللي هي النورماليزيشن. طبعا احنا بنتكلم بشكل عام، اللي مش فاهم هندخل في التفاصيل دلوقتي. طيب تعالى نبدا. انا معايا صوره اهي، الصوره اهي، هعمل كروب للشخص ده، تمام، كروب يعني هقص الصوره، هقص الجزء ده من الصوره. احنا طبعا لسه ما شرحناش الايمج كروب، هنشرحها قدام شويه. بعد ما اعمل له كروب هيديني الشكل ده اللي هو هيبقى 100 في 200 بكسل، الويتس اللي هو 100 والهاي اللي هو 200. بعد ما اعمل له كروب اروح اعمل له ريسايز بحيث ان انا اخلي الصوره تكون 64 في 128 بكسل. الراجل اللي عامل الالجوريزم ده بتاع الهوج هو قال لك ان افضل حاجه تعمل لها ريسايز ان هي تكون 64 في 128 بيكسل. طيب بعد ما بعمل بقى بعد ما بعمل ريسايز بعمل ايه؟ بروح اعمل شكل جريد زي اللي احنا قلناه في الاول، اللي هي المربعات دي. اقسم الصوره بتاعتي كلها بحيث ان هي تكون عباره عن مجموعه من السيلز، كل سيل فيهم هي عباره عن 8 في 8 بيكسل. وانا قلت لك في الاول بعد ما بتقسمها لشكل جريد بالشكل ده كده بتاخد كل سيل فيهم وتحسب الجريدينت. طيب تعالى ناخد اكزامبل، هناخد مثلا السيل دي احنا هناخدها اللي هي 8 في 8 وهنعمل لها جدول اهو. الجدول ده عباره عن 8 في 8، انا طبعا مش مكمل هنا بقيه الارقام، بس احنا انا كاتب ارقام بسيطه بحيث ان احنا نفهم الفكره وخلاص. طبعا هنا في بيكسلز ثانيه هنا، تمام. طب هنا انا خدت هنا الارقام دي عشان ابدا احسب الجريدينت للسيل اللي هنا دي. عايزك تركز معايا كويس جدا، يعني هو الالجوريزم فكرته بسيطه اصلا. فهنا السيل دي 8 في 8 بيكسل، فانا هاخد الارقام دي واحسب الجريدينت. ازاي بحسب الجريدينت؟ هاخد البيكسل اللي في النص دي واشوف التغيرات اللي بتحصل في الاكس والتغيرات اللي بتحصل في الواي. البيكسل دي ايه التغيرات اللي ممكن تحصل في الاكس؟ ان انا اطلع قدام على السيل اللي بعديها، يعني هيبقى اكس بلس 1، والواي هتبقى كونستانت لان انا ما اتحركتش على الاكس، فهيبقى اكس بلس 1 اللي هي دي. او ان انا ارجع لورا هيبقى اكس ماينس 1 والواي هتبقى كونستانت. دي التغيرات اللي ممكن تحصل لي في الاكس. طب ايه التغيرات اللي ممكن تحصل لي في الواي؟ ان انا ارجع لورا هيبقى واي ماينس 1 والاكس كونستانت، والواي بلس 1 اللي هي ال 70 دي، والاكس طبعا كونستانت. يبقى هي دي التغيرات اللي ممكن تحصل في الاكس، ودي التغيرات اللي ممكن تحصل في الواي. يبقى انا كده بالطريقه دي هجيب الجريدينت. طيب تعالى نحسب الكلام ده، طبعا دي البكسل اللي احنا هنشتغل عليها بالنسبه للبكسل اللي في النص.
التغيرات اللي ممكن تحصل في الاكس دايركشن هي عباره عن ايه بقى؟ هيبقى التغير اللي هو الاكس بلس 1 اللي هي 70 والاكس ماينس 1 اللي هي ال 40، فاحنا نطرحهم من بعض وناخد الابسوليوت هيطلع لي 30. ليه انا خدت الابسوليوت؟ عشان ما يطلعليش قيم سالبه يعني، تمام؟ دي التغيرات اللي حصلت في الاكس دايركشن. طب التغيرات اللي تحصل في الواي دايركشن، ان انا اتحرك على الواي ارجع لورا يبقى الواي ماينس 1 اللي هي ال 20 او اطلع لقدام اللي هي ال 70، فاطرحهم من بعض اللي هي ال 20 ماينس 70 هيديني 50، وطبعا خدنا الابسوليوت. طيب طلعت الاكس دايركشن وطلعت الواي دايركشن، دي التغيرات اللي بتحصل. بعد كده اروح احسب الماجنتيود. ازاي بنحسب الماجنتيود؟ اتكلمنا في الكلام ده كتير، اللي هي التغيرات اللي حصلت في الاكس سكوير بلس التغيرات اللي حصلت في الواي سكوير. الاكس سكوير التغيرات اللي حصلت اللي هي 30، يبقى 30 سكوير، والواي سكوير اللي هي ال 50 سكوير هيديني ابروكسيميتلي كده 58. ده كده بيمثل الماجنتيود او اللينس بتاع الايدج، طول الايدج اللي موجود في المنطقه دي اللي هو المربع ده اللي احنا شغالين عليه. السل دي، السل دي اللي عباره عن 8 في 8 بكسل. طيب بعد ما بحسب الماجنتيود بروح احسب الدوميننت اورينتيشن او بحسب الدايركشن بتاع كل سيل موجود. احنا هنا شغالين على السيل دي، هيبقى الدوميننت اورينتيشن بتاعها هيساوي 30. ازاي بنحسبه؟ اللي هو التان انفرس الجي واي على الجي اكس. الجي واي اللي احنا جبناها ايه 50، والجي اكس احنا جبناها برده اللي هي 30، هيبقى التان انفرس 50 على 30 هيديني 30. كده الموضوع بسيط لحد دلوقتي، يعتبر ما عملناش حاجه. معانا صوره، الصوره دي عملنا لها كروب وبعد كده عملنا لها ريسايز، وعملنا لها ريسايز خليناها كام؟ كانت لناها 64 في 128 بكسل. بعد كده قسمناها لمجموعه من السيلز، كل سيل فيهم 8 في 8 بكسل. بعد كده خدنا عينه بسيطه خالص عشان نشتغل عليها اللي هي 8 في 8 دي. بعد كده ال 8 في 8 بروح احسب بيها الجريدينت في اتجاه الاكس واتجاه الواي، واطلع الماجنتيود واطلع الثيتا. طيب هنيجي بقى نعمل تو تيبلز جداد، واحد تيبل خاص بالماجنتيود وتيبل خاص بالدايركشن اللي هي القيم اللي هتطلع لي بالنسبه لكل السيلز. خد بالك ان هنا انا اشتغلت على سيل واحده الماجنتيود فيها طلع لي 58 اللي هي البكسل دي اللي هي ال 64، فاجي هنا في النص هنا احط القيمه اللي طلعت لي بتاعت الايه؟ بتاعت الماجنتيود اللي هي 58، وبالنسبه للسيتا اللي هي الدايركشن طلع لي، هعمل جدول جديد اهو هحط هنا 30 اللي هي القيمه اللي طلعت لي هنا، تمام؟ طبعا هتملى القيم دي كلها، هتعوض في الجدول وتملى القيم دي كلها اللي هي بالنسبه لكل السيلز بقى، لكل السيلز لما تاخد كل السيلز دي وتشتغل عليها بنفس الطريقه الجدول ده هيتملي معاك، وتحسب الدوميننت اورينتيشن اللي هو الدايركشن ده وتحسب الماجنتيود. طيب بعد ما بتطلع التو تيبلز دول ويكونوا كل القيم موجوده عندك بتعمل ايه؟ بتروح تحسب الهيستوجرام. ازاي بنحسب الهيستوجرام؟ الراجل اللي عمل الالجوريزم ده قال لك افضل حاجه بالنسبه للهيستوجرام ان هو يكون عباره عن 9 بن، 9 بن، البن اللي هي العواميد الحمراء دي. طيب كل بن فيهم هيكون عباره عن هيكون فيه 12 او سوري هيكون فيه 20 زاويه. يعني مثلا اول بن هتكون من 0 لحد 20 او 0 لحد 19 و9 من 10. ثاني بن هيكون من اول ال 20 لحد 39 و9 من 10. ثالث بن من ال 40 لحد 59 و9 من 10. وبعد كده اللي بعدها تبدا من 60 لحد كام الكلام ده؟ لحد 160 لحد 180. اللي هو من اول ال 160 لحد ال 180 اللي هي البن الاخيره دي، تمام؟ طيب ازاي بقى ازاي بنعوض في الهيستوجرام ده؟ ازاي بنعمل الكولوم بتاع الهيستوجرامز دي كلها؟ ازاي بنعملها؟ عن طريق التو تيبلز اللي احنا طلعناهم بتوع الدايركشن والماجنتيود. يعني انا هنا مثلا عندي هنا الدايركشن هنا طلع لي 30، يبقى انا هنا في اي مكان، سيبك من ال 30 دي مش هنشتغل على ال 30، هنشتغل على الارقام الثانيه دي. طبعا الارقام دي طلعت لي من هنا من التعويض، انا اللي حاططها هنا يعني. طبعا لو انت اشتغلت على كل القيم بتاعه الماجنتيود والسيتا بالنسبه لكل السيلز اللي موجوده هنا هتملى التيبل ده. بعد ما تملى التيبل انا هنا مثلا طلع لي القيم دي كده، ده بالنسبه للماجنتيود، وهنا بالنسبه للاورينتيشن. طيب هاخد مثلا القيمه دي الاورينتيشن دي اللي هي 20، ال 20 ديت احنا قسمنا الهيستوجرام بتاعنا ل 9 بن، 9 بن، فال 20 دي موجوده فين؟ في انهي بن فيهم؟ في انهي رينج؟ موجوده في الرينج ده. هي انا اصلا عندي رينج اهو اللي هو ال 20 نفسه، فال 20 دي اللي هي الاورينتيشن بيقابلها كام في الماجنتيود؟ بيقابلها 60. فهاخد ال 60 دي احطها هنا في الهيستوجرام ده مثلا، يبقى هنا 60 كده. طيب اشوف الاورينتيشن اللي بعده، الاورينتيشن اللي بعده 40، اشوف ال 40 دي، ال 40 دي الاول موجوده في انهي في انهي بن؟ ال 40 دي اهي، انا عندي بن اصلا 40 اهي. طيب ال 40 دي احط فيها ايه؟ احط فيها ال 60 اللي هو الماجنتيود اللي بيقابل ال 40 دي بالظبط، يبقى هنا 60 اهو. طيب اشوف الاورينتيشن اللي بعده، الاورينتيشن اللي بعده 30، انا ما عنديش هيستوجرام 30 بس ال 30 دي موجوده في رينج ما بين ال 20
وما بين ال40، تمام؟ يبقى اعمل ايه في حاله ان هي موجوده في ما بين التو رينجز دول، وخد بالك ان هي قريبه بنسب متساويه. يعني ايه؟ يعني انا مثلا عندي الهيستوجرام بتاعي، خلينا نعمله كده، ادي عندي 20 وادي عندي 40، تمام؟ ال 30 فين؟ ال 30 هنا في النص بالظبط. فال 30 قريبه من ال 40 بنسبه 10، وقريبه من ال 20 برضه بنسبه 10. فالحل ايه هنا؟ ان انا يعني اقسمهم عليهم هما الاثنين، يبقى اخد ال 60 دي واقسمها على ال 20 اللي هو الهيستوجرام ده، وعلى ال 40، هيبقى هنا مثلا 30 وهنا 30 برضه، تمام؟ طيب اخد برضو الاورينتيشن الاخيره اللي هي اللي بعديها دي، ال 25، اشوف ال 25 في انهي رينج. 25 برضو في الرينج ما بين ال 40 وال 20، ولكن ال 25 هي قريبه اكتر بالنسبه لل 20 عن ال 40. فالحل ايه؟ الحل ان انا اخد ال 60 اللي بتقابلها في الماجنتيود واقسمها مثلا بنسبه يعني لو حسب لو قلنا ان هي عباره عن 4 ارباع، يبقى 3 ارباع بالنسبه لل 20، 3 ارباع بالنسبه لل 20، وربع واحد بالنسبه لل 40. ليه 3 ارباع بالنسبه لل 20؟ لان ال 25 هي قريبه اكتر من ال 20 عن ال 40. فلما اقسم ال 60 دي اقول مثلا ان هي 3 ارباع بالنسبه لل 20، هيبقى مثلا 65، او سوري، اللي هي دي ال 60 هنقسمها بنسبه 3 ارباع، هيبقى مثلا هنا 45 بالنسبه لل 20 دي 45، وهنا مثلا بالنسبه لل 40 هتاخد 15. انا ليه قسمتها كده؟ لان هنا ال 25 دي لو جيت بصيت عليها في البن هتلاقي ان هي قريبه جدا من ال 20 بفرق 5 عن ال 40. فالحل ايه؟ الحل ان اخد الدوميننت اورينتيشن، سوري، الماجنتيود ده، اخد الماجنتيود اللي هو 60 واقسمه بنسبه 3 ارباع. يعني اقول ان هنا ال 20 هتاخد 3 ارباع وال 40 هتاخد ربع واحد، فدي 45 ودي 15. طبعا هي ليها قانون بس انا مش فاكر القانون دلوقتي، ففي الفيديو الجاي لما نيجي نحل اكزامبل عمل عليه هبقول لكم القانون. طيب انا كده خلاص خلصت. طبعا هيبقى عندك ارقام هنا كتير جدا، هتحسب الهيستوجرام وتطلع القيم دي كلها. بعد ما بتطلع القيم دي اللي احنا طلعناها بتجمعهم على بعض. تخيل مثلا ان الهيستوجرام ده طلع لك 50، اللي هي كل البكسل اللي موجوده اللي الماجنتيود بتاعها هيكون ما بين الصفر وال 19 او الصفر وال 20، بتعوض الهيستوجرام هنا وهكذا. طيب هتجمعهم بقى كلهم على بعض، هنا مثلا هتقول 60 زائد 30 زائد 45 هيبقى 135. الطول بتاع الهيستوجرام ده هيبقى 135، طبعا بناء على الارقام اللي احنا اشتغلنا عليها دي بس، تمام؟ بعد كده الهيستوجرام الثاني ده طلع لنا 60 و30 و15، يعني التوتال بتاعهم هيكون 105، تمام؟ طيب ده برضه نفس الكلام بالنسبه لكل البنز دي. هتطلع البنز دي كلها، وبعد كده يبقى عندك مجموعه من الفيتشر فيكتور. فيتشر فيكتور هيكون عباره عن اري مثلا كده، في كل الارقام اللي انت طلعتها اللي هي التوتال. يعني هنا مثلا التوتال طلع لي 50، احط 50، وهنا التوتال طلع لي مثلا 135 اهو. بعد كده البن اللي بعده التوتال طلع لي 105، وهكذا بقى. هيبقى عندك 9 قيم، لان احنا عندنا 9 بن، هيبقى ده الفيتشر فيكتور عباره عن 9 قيم بيعبر عن السل اللي هي دي، السل اللي احنا اشتغلنا عليها بس. هتعمل كل الكلام ده على كل البلوك او كل السيلز اللي موجوده دي. طيب تقدر طبعا تكتب الهيستوجرام ده تعمله بشكل فيتشر فيكتور اللي هو يكون عامل بالشكل ده كده. لو جيت هنا قسمت البنز بتاعتك دي لتسع زوايا اللي هم التسع بن، هيبدا مثلا من 0 20 40 60 80 وهكذا لحد ال 180، وهتلاحظ هنا ان كل سهم طوله مختلف عن الثاني. ليه؟ لان دوت على حسب الماجنتيود. هنا يعني مثلا ده اكبر حاجه اهو اللي هو 60، فهو طبيعي هيكون الدايركشن او الماجنتيود في بتاع الايدج ده هو اطول حاجه موجود في السل اللي احنا اشتغلنا عليه. يعني السل دي الماجنتيود بتاعها هيكون في الاتجاه ده اطول حاجه، يعني اللي هي 60. فهنا مثلا 50 بتاع البن الاول دي اللي هي هتكون هنا مثلا 50، اللي هي دي اللي هو طول البن ده، سوري، طول السهم ده، واللي بعدها 20 اللي هي هيبقى طول البن بالشكل ده، واللي بعدها 40، وبعد كده 60 اللي هي اطول حاجه بقى. يبقى احنا كده لكل سل موجوده، كل سل موجوده هنا هيبقى عندنا فيتشر فيكتور بالشكل ده كده عباره عن 9 قيم، تمام؟ طيب كده خلاص احنا يعتبر الالجوريزم فكرته خلصت اصلا. بس هنا في حاجه بقى نقولها الاول، ان انت عندك كل سل
احنا اتفقنا ان احنا في الفيديو في من شويه خدنا السيل دي واشتغلنا عليها، بس انت اصلا يعني الموضوع ما بيمشيش كده. انت بتقسم المربعات دي كلها، بعد ما بتقسمها بتبقى 8 8 اللي هم المربعات اللي في العرض، دول بيكون عددهم 8 والطول بيكون 16، تمام؟ اللي هو عدد السيلز اللي هي في الهاي دي تكون 16. طيب بعد كده بنقسم له مجموعه من البلوكس، كل بلوك بيكون عباره عن 4 سيل، يعني مثلا البلوك الاول هيكون الاربعه دول، تمام؟ بعد كده بعمل بلوك تاني، ولكن البلوك التاني ده بيعمل اوفرلاب على البلوك الاول بنسبه 50%. يعني ايه؟ خلينا نجيب لون تاني، هاخد البلوك ده كده 50، هاخد مربعين من القدام ومربعين من الجداد، بعد كده البلوك الجديد هيبقى مربعين من القدام ومربعين من الجداد وهكذا. هتعمل كام بلوك؟ يعني مثلا هنا عندك 8 مربعات، 8 مربعات العرض احنا قلنا من الاول. بعد كده لما بتعمل بلوك بالشكل ده كده، وهنا هتاخد 2 من القدام و2 من الجداد، وهنا نفس الكلام، هتلاقي ان انت عندك طلع كام بلوك؟ هتلاقي عندك سبع بلوكات، 7 بلوكات بالنسبه للعرض. طب بالنسبه للطول هنزل سترايب بواحد بس، هيبقى كده مثلا، اخد بنزل سترايب بواحد وباخد ايه 4 مربعات برضه، وبعد كده المربع اللي بعده اخد 2 من القدام و2 من الجداد. فلما تعمل الكلام ده على كل الهاي، على كل الهاي تعمل نفس الكلام ده، هتلاقي ان انت عندك كام بلوك هنا؟ هيبقوا 15 بلوك. يبقى التوتال بلوكس كام؟ توتال بلوكس عندنا في العرض 7 وفي الطول 15، هيبقى 7 15 ب 105. يبقى هو ده عدد كل البلوكس اللي عندك. طيب انا قلت لك ان كل بلوك، يعني مثلا البلوك ده كده عباره عن 4 سل، متكون من 4 سل، كل سل فيهم هي 8 في 8 بكسل، يعني السل الواحده دي هي 8 في 8 بكسل. وانا قلت لك من شويه لما حسبنا الهيستوجرام لقينا ان كل سل هيكون ليها 9 هيستوجرام، يعني هنا عندنا 4 سل جوه البلوك، 4 سل جوه البلوك، كل سل فيهم ليها كام؟ 9 بن، اللي هم ال9 بن بتوع الهيستوجرام دول، يعني 4 في 9. 4 في 9 بكام؟ ب 36. 36 بالنسبة للبلوك الواحد، صح؟ وأنا عندي كام بلوك؟ أنا عندي 105 بلوك، هيبقى 105 بلوك في 36 هيديني 3780. طبعًا هنا 7 اللي هي السبعة اللي هي البلوكس اللي هي عندي في العرض، و15 البلوكس اللي هي في الهاي، في 36 اللي هم الأربعة سل اللي جوه، 4 سل كل سل ليها هيستوجرام عبارة عن 9 بن، يبقى 4 في 9 36، هتضربهم هيديك 3780 فيتشر فيكتور، عبارة عن مجموعة من الأري كده، كل أري دي طبعا 3780 بالنسبة للصورة كلها، تمام؟ يكون عبارة عن أري يعني. فالأريز دي بقى اللي أنت تقدر تستخدمها في الديسكريبشن، إن أنت هتعمل ماتشنج ما بين صورة والتانية، وتقدر تستخدمها كمان في الأوبجكت ريكوجنيشن، أو سوري الأوبجكت ديتكشن، نعمل ديتكشن على أوبجكت، يعني معانا صورة، الصورة دي نعرف إن هي فيها إنسان أو لأ، بناءً على ال 3780 قيمة دول. طيب هنا في آخر ستيب، آخر ستيب بسيطة يعني، اللي هي حتة النورماليزيشن، اللي أنت مثلا لو أنت عندك صورة مظلمة، الإضاءة فيها مغيمة شوية، وعندك صورة تانية هي نفس الصورة ولكن الإضاءة فاتحة شوية، يعني الصورة دي البكسل اللي فيها مضروبة مثلا في قيمة، وهنا البكسل اللي هنا مقسوم على قيمة، عشان احنا هنا احنا عارفين لما بقسم على قيمة فالقيمة هتصغر، فهتصغر فالبكسل هتبقى قليلة، هتبقى قريبة من القيمة اللي هي الزيرو مثلا، فالبكسل اللي هنا تكون مظلمة واللي هنا هتكون فاتحة شوية لأن هي مضروبة في قيمة. فهنا أنا لو بعمل ماتشنج ما بين الصورة دي والصورة دي، تخيل إن هنا في أوبجكت وهنا موجود نفس الأوبجكت، عايز أعمل ماتشنج ما بينهم، فالحل إيه؟ هنا القيمة اللي هنا البكسل اللي هنا هتكون صغيرة جدا، وليكن 2 4 مش عارف 1 وهكذا، والبكسل اللي هنا هتكون القيم كبيرة، وليكن مثلا 4 أو مثلا 6 مثلا و8 وهكذا يعني. فالحل إيه؟ إن أنا أعمل ماتشنج. الفكرة، فكرة الماتشنج إيه؟ إن أنت بتشوف مجموعة البكسل اللي هنا هل هي موجودة هنا ولا لا، لكنك بتحسب المسافة ما بينهم Euclidean distance، وتشوف أقل distance هتطلع لك، وهتبقى هي المجموعة دي بتماتش مع المجموعة دي. ولكن هنا في حتة إن الإضاءة مختلفة، فالبكسل اللي هنا قليلة والبكسل اللي هنا كبيرة، مع إن هو نفس الأوبجيكت، ففي الحالة دي مش هعرف أعمل ماتشنج إلا عملت normalization، إن أنا أخلي البكسل بالنسبة لكل بلوك موجود في الصورة، يعني البلوك ده كده اخلي البكسل اللي فيه تكون قريبه جدا من بعض، بحيث لو انا شفت صوره ثانيه موجود فيها نفس الاوبجكت اللي هو نفس الراجل ده، فالاقي ان المنطقه دي من الصوره الثانيه لما اعمل عليها برده نفس العمليه اللي هي النورماليزيشن، الاقيها بتماتش مع البلوك
اللي هو ده، تمام؟ ففكره النورماليزيشن، تعال ناخد اكزامبل مثلا، لو انا عندي بيكسلز في صوره مثلا قيمتها 2 وقيمتها 4، ازاي بعمل لها نورماليزيشن؟ بقول جذر 2 سكوير، جذر طبعا 2 سكوير بلس 4 سكوير هيديني القيمه دي، اخد الناتج اللي طلع لي ده واقسمه على كل واحده، يعني اقول الاثنين دي على الناتج اللي طلع والاربعه على الناتج اللي طلع اللي هو الكلام ده، دي طبعا هيديني الناتج ده ودي هتديني الناتج ده. طيب طب لو انا عندي صوره ثانيه البكسل اللي فيها كبيره شويه، ولكن هنا عندي 4 وعندي 8، هعمل نفس الكلام، هيبقى 4 سكوير بلس فوق بلس 8 سكوير تحت الجذر هيديني القيمه دي، فاخد كل بكسل من الصوره عندي واقسمها على القيمه اللي طلعت لي هنا، هيبقى 4 على القيمه دي و8 على القيمه دي هيديني دول، تمام؟ دي بس فكره النورماليزيشن، ان احنا اللي هو التحدي بتاع الاضاءه بس عشان اقدر اعمل الماتشنج بشكل كويس. طيب دي طبعا صوره بتوضح اللي احنا قلناه، ان انا عندي الصوره بيكون عدد الجريد، عدد الجريد بالنسبه للعرض بيكون 8، بالنسبه للطول بيكون 16، كل الجريد دي كلها بتكون متقسمه لمجموعه من البلوكس، كل بلوك بيكون جواه 4 سيل، والبلوك الثاني بيكون عمل اوفرلاب بنسبه 50% على البلوك الاولاني. يعني هنا البلوك الاول اللي هو الاحمر ده عباره عن 4 سيل او 1 2 3 4، والبلوك الجديد اللي هو الازرق هياخد 2 من القديم اللي هو الاحمر و2 من الجداد. فلما اعمل الكلام ده كده امشي كده، اخد البلوك اللي بعده هيبقى كده، والبلوك اللي بعده هيبقى كده، هتمشي هتكمل هتلاقي ان انت عندك 7 بلوك، ده بالنسبه للعرض. وبالنسبه للطول هتنزل سترايد لتحت بواحد، فيبقى هنا البلوك الثاني هيبقى هنا، والبلوك هنا اللي بعده هيبقى موجود هنا كده في المكان ده، وبعد كده اللي بعده هيبقى هنا، تاخد 2 من القديم و2 من الجديد، هيبقى عندك كام بلوك بالنسبه للطول؟ هيبقى عندك 15، تمام؟ كمان فهنا كده 8 في 15 هيبقى ب 105 بلوك في الصوره كلها، 105 بلوك، كل بلوك فيهم عباره عن 4 سل، كل سل هي 8 في 8، يعني السل الواحده دي هي عباره عن 8 في 8 بيكسل. طيب احنا اتفقنا ان السل بيكون لها 9 هيستوجرام، صح؟ فالبلوك ده مثلا اهو في 4 سل، كل سل 8 في 8، والبكسل والسل الواحده ليها 9 هيستوجرام، يعني لما اقول ان البلوك الواحد اللي هو فيه 4 سل مضروب فيه 9، اللي هي كل واحده فيهم ليها 9 هيستوجرام، هيديني قيمه اللي هي 4 في 9 ب 36، 36 ده بالنسبه للبلوك الواحد، ولكن انا عندي 105 بلوك في الصوره كلها اللي هي ال 105 دي، هقول 100 اقول 36 او ال 105 تبقى ب 36، هيديني كام بقى الناتج اللي احنا شفناه من شويه اللي هو ده 3780 فيتشر فيكتور، هي دي اللي بتمثل الصوره كلها. طيب دي ده سمري كده لملخص ان احنا عملناه، كان معايا صوره، الصوره دي عملت لها كروب وبعد كده عملت لها ريسايز، خليتها في ريسايز معين احنا محددينه، بعد كده بحسب الجريدينت، اجيب التغيرات اللي بتحصل في الاكس والواي، وبعد كده بحسب الماجنتيود والاورينتيشن واطلع الهيستوجرام بتاعي، وبعد كده بعمل نورماليزيشن عشان اسهل عمليه الماتشنج. طيب ده اكزامبل بيوضح الفكره، لو احنا عندنا صوره زي دي فهتلاقي ان الهيستوجرام اوف اورينتد جريدينتس طلع لك بالشكل ده، ده اللي هو الهوج الفيتشر بتاعتك، ده هو الهوج، تمام؟ فهتلاحظ ان هنا الجريدينتس باينه اهي، وهنا عدد الفيتشر فيكتور اللي انت بتطلعه من الهيستوجرام بتاعك. لو انت جيت بصيت مثلا على المنطقه دي، هي فلات ريجون اهي، ما فيهاش لا ايدج ولا فيها كورنر ولا حاجه، فهتلاقي ان هنا تاثيرها بسيط جدا، يعني دي تاثيرها بسيط جدا، فهتلاقي ان الشكل اللي قدامك ده هو بيمثل فعلا اللي هي الامراه دي، وهتلاقي ان هنا الراس باينه اهي وكل حاجه، فهنا الفلات ريجون هنا ملهاش تاثير، ولكن لو انت جيت خدت مثلا هنا شعرها، فانت هنا اتحولت من المنطقه اللي هي الفلات ريجون دخلت على شعرها، فهنا في تغير حصل اهو في الاكس وفي الواي، فهتلاقي ان هنا الجريدينت بدات تظهر معاك. فتقدر بقى طبعا تستخدم الشكل ده اللي هو بيدل على امراه ده، ان انت تعمل بيه كلاسيفيكيشن مثلا باستخدام السبورت فيكتور ماشين او باستخدام السي ان ان وات ايفر، وتقدر تعمل طبعا في هيومن ديتكشن، تقدر تعمل هيومن ديتكشن لو انت عندك شخص واقف، فهتلاقي ان الشكل بتاعه اللي هو الفيتشر فيكتور اللي هي بالشكل ده هتكون عباره عن شخص واقف، فتقدر تعرف ان الصوره دي هي بتدل على ان في شخص هنا، زي ما نشوف الاكزامبلز اللي هنحلها بعد كده. دي فكره الالجوريزم، الجوريزم بسيط جدا يعني ما فيهوش حاجه، انت محتاج بس تكتب الستيبس اللي احنا شرحناها دي بايديك. احنا اول حاجه لو رجعنا سريعا الصوره اهي، عملنا ريسايز
بقت 100 في عملنا ريسايز بقت دي طبعا الصوره اللي احنا عملنا لها كروب اللي هي 100 في 200 عملنا لها ريسايز بقت 64 في 128. بعد كده عملنا الجريديانت والسيتا والماجنيتيود وطلعنا الهيستوجرام بتاعنا. بعد ما طلعنا الهيستوجرام بقى عباره عن اللي هو 9 بن، وطلعنا هنا الفيتشر فيكتور بتاعتنا اللي هي الاسهم الجريديانت بالشكل ده. الجريديانت دي اللي احنا شفناها في الاخر خالص، او سوري الاسهم دي اللي احنا شفناها هنا اللي احنا طلعناها من الهيستوجرام بتاعنا بس يعني. وبعد كده طبعا الخطوه بتاعت النورماليزيشن عشان اخلي الارقام تكون قريبه جدا من بعضها في حته الماتشنج في حاله لو الاضاءه مختلفه في الصوره. دي فكره الالجوريزم. لو حد عنده سؤال يسيبه في الكومنت وهرد عليه ونحاول نتناقش مع بعض. وشكرا والسلام عليكم.